تحت الضغط. نورهان شعبان ومحمد فؤاد. محمد فؤاد ونورهان شعبان. محمد فؤاد انت اللي هتبتدي، نورهان هتسمعي أغنية ترجعي لنا تاني. تفضلي، تعالى مكاني يا محمد. طمني كده وقولي، حد دربك على تحت الضغط؟ كويس جدا. ما هيش سهلة، محتاجة شوية تركيز. الأسئلة مش صعبة ولكن مشكلتها في التركيز والوقت. تمام، اتفقنا؟ تمام. نورهان شعبان تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة توجو؟ فرنسي. صح. في عهد أي رئيس مصري راحل تم إنشاء وزارة الثقافة؟ جمال عبد الناصر. صح. من هو الشاعر العباسي مؤلف كتاب الوحشيات؟ متنبي. غلط. فنان قام بدور عزيز في فيلم خيال مآتة، فمن هو؟ أحمد حلمي. صح. كم عدد حروف كلمة موضوعية؟ 7. صح. في أي قارة تقع هضبة الأبلاش؟ آسيا. غلط. عمره ما يغيب هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ محمد منير. غلط. ما هو العدد الذري لعنصر الزرنيخ؟ 96. غلط. قامت ثورة الفاتح من أيلول بإحدى دول شمال إفريقيا عام 1969، فما هي؟ المغرب. غلط. تمام، 4-9 يا محمد. محمد تعال هنا، كنت مركز في الأول وماشي كويس جدا وبعد كده فقدت تركيزك. 4-9 مش وحش، ولكن في رأيي كان ممكن تعمل أحسن من كده. هارد لك نورهان. ياسمين من فضلك تنضم لينا وهنشوف نورهان هتعمل ايه. نورهان عايز تعرف محمد فؤاد عمل ايه ولا لا؟ لا مش عايز. خليهم فوق. حولك بس على معلومة واحدة، انا سألت 9 اسئلة مش 10. تمام، اتفقنا؟ اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة توجو؟ بص. في عهد اي رئيس مصري راحل تم انشاء وزارة الثقافة؟ الملك فاروق. غلط. من هو الشاعر العباسي مؤلف كتاب الوحشيات؟ المتنبي. غلط. فنان قام بدور عزيز في فيلم خيال مآتة، فمن هو؟ أحمد حلمي. صح. كم عدد حروف كلمة موضوعية؟ 8. غلط. في أي قارة تقع هضبة الأبلاش؟ أمريكا الشمالية. صح. عمره ما يغيب هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ حمائي. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الزرنيخ؟ 30. غلط. قامت ثورة الفاتح من أيلول بإحدى دول شمال إفريقيا عام 1969، فما هي؟ غلط. تعالي تفضلي. كنتي للأسف الشديد متوترة يا نهان، يعني عندك خبرة. قلقانة من إيه؟ بعدين السؤال الأولاني، ما هي اللغة الرسمية في دولة توجو؟ أنت جاوبت طبعاً يا محمد اللغة الفرنسية. من هو الشاعر العباسي مؤلف كتاب الوحشيات؟ أبو تمام. ما هو العدد الذري لعنصر الزرنيخ؟ 33. قامت ثورة الفاتح من أيلول بإحدى دول شمال إفريقيا عام 1969، فما هي؟ طبعاً ليبيا. 10 من حيث شاوله. كم إجابة صح؟ 4. كم إجابة صح؟ 3. كلنا نحيي نورهان ومحمد فؤاد. محمد فؤاد ونورهان. النتيجة اتغيرت. محمد فؤاد كنت كام يا محمد؟ كنا 65. 65 و4 إجابات صح؟ و10 نقط هدية. 95. 30 بقيته 95. المبتدئان 95. شوية الفيوم كنتوا كام؟ 40 وثلاث إجابات صح بقيتوا 55. بشوي فقدتوا تركيزكم ولكن لسه عندكم فرصه.